السلام، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. قبل ما نبدا حلقه اليوم بغيت نشكر الناس كامله اللي سولت فيا، وبغيت نقول لكم بلي انا الحمد لله بخير، ما كاين حتى شي اذى، وهذا الشيء بفضل الناس ولا فضل الدوله فين ساكنه انا، اللي قدرت انها توفر ليا واحد لا بروتيكسيون بوليسيير ولا واحد الحمايه من عند الشرطه، لدرجه ان الناس ولاو كاينين حدا المنزل ديالي، الشرطه كاينه حدا المنزل ديالي باش تحميني من هاد الاشرار وهاد المجرمين اللي لن تتصوروا درجات الجرم اللي وصلوا لي وشنو كانوا باغين يديروا لي. غدا ان شاء الله غدا ندير فيديو فاس كاميرا وغدا نشرح كل شيء بالادله، بدي زوديو دي فيديو دي فوتو ديالهم اشنو كانوا باغين يديروا، فين وصلوا الى اخره. غدا نشرح لكم غدا ان شاء الله كل شيء فيديو. نتمنى انكم تكونوا حاضرين وندخلوا الموضوع ديال حلقه اليوم. كاملين شفنا ديغنييغمون الاحداث اللي وقعت واللي دايوغ باقا تتوقع. غير قبيله شفت واحد الفيديو ديال بعض المهاجرين المغاربه مساكين هربانين من اجمل بلد في العالم، من بلاد امير المؤمنين، هربانين اللي هاد المره للمليليا، واللي دوزوا الليله كامله ماشيا على الاقدام. فضيحه النظام تشوهنا في العالم كامل، ولا اكبر القنوات العالميه، أكبر الجرائد العالمية تتحدث عن المغرب. وعرفوا بعدا، عرفوا كاملين باللي المغرب ماشي واحد البي سيف ولا ماشي واحد الدولة آمنة. واش ما عندنا لا حرب، عندنا الثروات، عندنا كل شيء، ومغاربة هربانين. هادشي حليتو ليهم غير 24 ساعة، كون حليتو ليهم كثر كل راه حتى شي واحد ما بقى في المغرب، غادي يبقاو فقط المفسدين المطبلين سارقي أموال الشعب المغربي، هما اللي بوحدهم غادي يبقاو حيت عندهم مصلحتهم تماك. لا صحة، لا تعليم، لا حتى شي حاجة، حتى شي حاجة ما كاينه. واش ما عمركم شفتو شي بلاد ما فيها لا حرب لا والو، رضيع عنده 20 يوم فقط، باقي كيبان يلاه تولد، هربان تا هو وغادي في البحر. ديك الصوره التي افجعت العالم، كاين بعض المرات كيقولوا رب ضارة نافعة، على الاقل غادي يعرفوا باللي الشعب المغربي راه عايش في مجاعة، وكيفضل على انه يموت في البحر على انه يعيش تحت هذا النظام الارهابي الديكتاتوري المجوع لابناء شعبي العزيز. واش ما عمرنا شفنا شي عزة ديال المواطنين بحال هادي الناس هربانين، كل لقاو داكشي اللي بغاو، كل لقاو ادنى مستويات العيش، كونوا متاكدين المغاربه غادي يبقاو في بلادهم، كنبغيو بلادنا. ولكن هاد النظام ولا هاد المسؤولين ولا هاد النظام كامل، عارفين شكون هو المسؤول الاول والاخير؟ كو كان موفر لينا، وكو كان بصح تيقول، حيت شفت واحد الخطاب ديال الملك محمد السادس قال باللي المغاربه كيداووا بحالهم بحال ولادي، اي كو كان المغاربه كيداووا عندهم الصحه بحالهم بحال ولادك، بحال الحسن، بحال خديجه، بحال الى اخره، ما كنظنش باللي ان طفل الرضيع غادي تلوح به الام ديالو ولا الاب ديالو، غادي يمشي يخاطر بحياته بانه يموت في البحار او يعرض حياته للخطر. دونك انا غادي ندخل وغادي نتكلم، هضروا بزاف ديال الاشخاص، هادشي كامل على قبل، حيت هذاك الشخص اللي مريض مشى انه يتعالج، لا اجي نشدو، اجي نديرو الابتزاز، اجي نديرو المتاجره بالشعب المغربي وبالمواطنين. بزاف ديال الناس كيجيو ولا بزاف ديال المطبلين كيقولوا ايوا علاش الملك قال لهم سيروا تلاحوا. اول حاجه كل ملك وفر لهم داكشي اللي خاصو يتوفر، كل مغاربه استافدوا من الثروات ديالهم، كل مغاربه قارين، كل ملك دار المسؤوليه ديالو حيت هو المسؤول الاول والاخير، كون دار المسؤوليه ديالو حاسب وهو خاصو يتحاسب. واي واحد شفر هاد الثروات ديال المغاربه ولا سرق ولا ما دارش خدمته خاصو يتحاسب، كون دار هادشي الملك محمد السادس كل رقع من الناس هربانين. دابا هادشي اللي تنقول فيه انا دابا واللي كيقولوه مجموعه من الاشخاص الاحرار اللي باغين بصح الخير هذا الوطن، حيت الوطن ماشي هو المسؤولين، الوطن ماشي هو محمد السادس، الوطن شيء مقدس، ما غنمشيش انا عند شي واحد كيسرق اموالي وكيبني بهم القصور وكيهربوا من بنما وكيديروا كيديروا كيدير وغدا نبقى نمجد فيه. هو المسؤول الاول والاخير، وغنبقى نقولها وغدا نعاودها، حيت هو اللي عطى راسو هذا الشيء، هو اللي في الدستور قال انا رئيس اللجنه ديال هادي، انا رئيس الامن، انا رئيس السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه، اركان الحرب، كل شيء هو الرئيس ديالو. دونك ياخذ الريسبونسابيلتي ديالو. هادشي اللي تنقول فيه
راه قالوا اليوم جرائد عالمية، ومن بينها جريدة البايس قالتها، قالت باللي الملك يتاجر كيتاجر بالمواطنين ديالو من اجل قضاء مصالحه الدبلوماسيه. واليوم قبيله قريت واحد لارتيك اللي يلاه خرج دايوغ ديال لو موند، عارفين جريده لو موند من اكبر الجرائد اللي الناس كيقراوها، واللي وصفوا الملك محمد السادس بانه بحالو بحال القذافي. واخا انا عمري ما شفت الليبيين كيهربوا من بلادهم وكيتلاحوا في البحر وكيحلوا لهم باش انهم ياخذوا يديروا المصالح الدبلوماسيه ديالهم، بانهم شفروا المغرب كامل وباغيين ياخذوا حتى هذيك المنطقه ديال الصحراء تيستولوا عليها باش ياخذوا الثروات ديالهم. المغاربه راه ما مستافدين لا من المغرب لا من الصحراء لا من والو، كلشي كيمشي في جيوب ديالهم. الوغ جريده لو موند خرجات ووصفت الملك محمد السادس وقالت باللي النظام ديالو تفضح، وكيفاش معيش الشعب ديالو تفضح، وشبهته بالقذافي. كاين بزاف ديال النقط اللي تكلموا عليها في جريده لو موند، غادي نقول لكم بعض النقاط اللي تكلموا عليها. من بين النقاط اللي تقالت في هذا المقال كبير، ولا غادي نخلي لكم لو ليان في الكومونتير الاول الناس اللي بغاو يمشيو يقراو، لا كنتو كتفهموا الفرنسيه سينو ترجموا اللغه اللي كتقنوها. الوغ قالت باللي الوجه الحقيقي ديال هذا النظام الملكي راه بان ولا كلشي كيشوفو، وقالت باللي كما قلت لكم قالت باللي هذا النظام هو ديكتاتوريه مغربيه، سيروا عندهم يا الذباب، سيروا عندهم يا حتى ما دخلوهم الحبس وبغاو تقتلوهم بحال كنتو باغين ديروا ليا هاد السيمانه، وبغيو تعذبوهم الى اخره. دونك هادشي كيقولوه الجرائد. واش ما عمركم شفتو شي ناس كيمشيو افواجا هكا؟ راه هادو هما المغاربه، ماشي هما دوك المغاربه اللي كيطلعوا يطبلوا وتيقولوا انتصار. ما كاين لا انتصار لا والو، راه الاتحاد الاوروبي راه غادي يعاقب المغرب، راه غادي يحط عليه عقوبات. كذلك خرجوا قالوا الملك محمد السادس والنظام ديالو بركه من الابتزاز، راه داكشي اللي تديروه مغاربه على الاقل بدا عرفوا باللي النظام هذا النظام كيبتز الناس. ما دخلتو داك زعيم البوليزاريو اجي شنو نديروا لكم؟ واش احنا نحدو بعدا الشعب ديالكم؟ واش هذا هو الشعبيه العزيز الملك محمد السادس؟ باش كتحسوا باللي دابا المغاربه كيهربوا لك من بلادك، بلاد امير المؤمنين، اجمل بلد في العالم، كلشي مزيان. باش كتحسوا؟ باش كتحسوا وانتم كتشوف؟ ما عرفتش انا دايوغ الملك ما سمعناش لا شنو قال لا شنو قال، اين الملك؟ ما عارفين شكون اللي بعدا كيسير هاد البلاد ولا شكون. المهم ما شفنا حتى شي ساعه كنشوفوا السيد بوريطا خرج ديغنييرمون تيقول باللي داكشي اللي وقع في سبته، نخلي لكم هنا تشوفوا داكشي اللي وقع في سبته مؤخرا راه راجع، لان الشرطه حمل دابا الحموش. الشرطه كانوا يلا خرجوا من واحد الشهر سميتو رمضان، هادشي اللي كيقول يلا خرجوا من رمضان، دونك لا فاتيك ولا العيا خلى داكشي وقع. شي داكشي ديال الطنز ديال السيد بوريطا كيديروا شويه، كيقول خاص المغرب. السيد بوريطا شنو قال؟ قال باللي خاص اسبانيا تعرف باللي المغرب ديال البارح راه ماشي هو المغرب ديال اليوم، وانا المغرب غادي تشوهوا لنا الصوره ديالنا، وانا اليوم تشوهتوا بعدا مع البلاد فين ساكنه انا، انتم تشوهتوا مساكن المغاربه ولاو كيخرجوا كيسكنوا في اسبانيا تيقلبوا ليهم ليدونتيتي ديالهم، واش حارقين واش مهاجر شرعي ولا غير شرعي. ودابا الناس فين ما مشاو المغاربه كتخليهم واش شوفوا فيهم دوك الشوفه الناقصه، كيقولوا لهم شوفوا بلادكم كتهربوا منا. الناس ولاو كيقراو كيعاودوا ليا الناس في الكونت انستغرام ديال كلني كنحشموا نقولوا مغاربه، الناس خصوصا اللي كاينين في اسبانيا ولاو كيحشموا كيشوفوا الاخبار كيشوفوا راديع كي عنده 20 يوم تيخرج انه يتغامر بحياته باش يخرج، يقول لك ايوا الامهات وكل امهات لقاو باللي كيشوفوا بلادهم بعدا مضحين لا ما يفضحي ويقدروا يسلكوا في شي بلادات وحدين اخرين. انا لا اشجع عن الهجره الغير الشرعيه، ملي كنشوفوا هاد الناس زعما كون لقاو الخدمه ولقاو القرايه ولقاو الصحه ولقاو ادنى ظروف العيش غادي يبقاو في بلادهم، حيت هادي بلادنا، نتوما اللي هجرتونا منها ونتوما اللي بغيتو تخرجونا واللي تكلم تدخلوا الحباسات. انا جريده لو موند كذلك قالت باللي النظام تصر، غنقولها لكم بالدارجه، قالت باللي النظام تصر حيت فقط هادشي قالوه لو موند الذباب، هادشي قالوه لو موند وهادشي اللي كنقولوه دائما. قالوا باللي النظام حيت دار علاقات مع اسرائيل
ولا دار علاقات مع شي دول كيسحب ليه راسو، صافي ما كيحترم، لا ما كيحترمش بعد الشعب ديالو هادشي عارفينو. دابا ولا ما كيحترمش الاتحاد الاوروبي كامل، اللي دايوغ خرجوا وزاره الدفاع خرجت تكلمت عليهم، هادشي ما غاديش يوصلوا لكم الجرائد المخزنيه اللي كدافع، ومازال كيكذبوا على المغاربه هذاك بهويه مزوره. رانا جيت نتكلم على داك زعيم البوليزاريو، وما اصلا ملصقين فيا بلي انا كنخدم لجهات معايده، اللي جيت نتكلم على الباسبور وكيفاش وقع وداك الشيء ما عرفتش اشنو غادي يلصقوا فيا. سي بوغ سا كنقول خليني فقط نتكلم على المغاربه وداك الشيء ديال الباسبور مزور ماشي مزور. راه اي واحد يقدر يبدل الجنسيه ديالو وياخذ باسبور واحد اخر ويقول فيه السميه اللي بغى، ولكن اللي جيت نشرح هذا الشيء راه لا حول ولا قوه مع هاد الناس اشنو كيوصلوا للمغاربه. كيقول لك المغرب قوي بنتي، اش من انتصار؟ فاش كيخرج بوريطه تيقول لهم راه البوليس كان فاتيكي حيت يلاه دوز رمضان سي بوغ سا وقعت شي. هذه هي الحنكه الدبلوماسيه. كنتمنى ان الدبلوماسيه المغربيه تعاود تفكر، ما يمشيش لها بالها باللي راه ما عادش راه الناس ما عادش عندهم مع هاد القنبلات. كنشوف التعامل ديالهم ديالنا كيفاش كيتعاملوا مع الناس، كيفاش كيقدسوا الانسانيه وكيفاش كيقدسوا الروح البشريه. نتوما اطلق 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 الناس سموش، مش مهم حنا اعترفوا لينا، حيت دابا نتوما مشيتوا لدوك البلدان مساكن الفقيره وشريتوهم وليتوا كتبنوا لهم سبيطارات وكديروا ليهم وكتخسروا فلوس المغاربه في بلاداتهم باش يجيو يعترفوا في الامم المتحده بالصحراء. هاد الناس ديال اوروبا ما قدرتوش انكم تشريوهم باموال الشعب المغربي، وليتوا كديروا معاهم الشونطاج اللي دايوغ تديروه مع بزاف ديال المغاربه، واللي دابا تفضح امركم قدام العالم. يكفيكم صوره الرضيع اللي عنده 20 يوم هربان. واش بلاد كيقول وليش يقول لك واش حنا بغيتينا نوليو بحال سوريا؟ هادو راه حنا راه فتنا سوريا، فتنا ما عاد شنو، وما عندنا لا حرب لا والو. دونك غنخلي لكم لارتيكل ديال لو موند، كذلك غنخلي لكم لو موند البايس، بزاف ديال لي جورنو نتكلموا ديغنييرمون على هادشي. وكيجي يقول لك لا ما تكلمش، خلي داكشي مستور، حنا راه كنهضروا بالدارجه، كنهضروا غير بيناتنا، كون جينا نتكلموا بشي لغات اخرى راه ماشي غير ديجا تفضحنا. دابا راه كلشي كيقول علاش المغرب، واش فيه الحرب، واش فيه المجاعه، واش هادو راه جرائد كبرى. تتساءل هذا السؤال، علاش المغاربه كيهربوا من بلادهم؟ علاش؟ خلينا الحقيقة، حنا تنتكلمو فقط بالدارجة. تادوك الإرهابيين اللي جاو كانوا باغين يصفوا عليا وكانوا باغين يقتلوني وباغين يعذبوني وكيبلاني وإلى آخره، كيتكلموها بالدارجة. عرفتي أنا فاش بدينا كنشرحو الناس أشنو تيديرو شنو، عرفتي حشمت نشرح الناس هاد الإرهابيين هاد شنو باغين يديرو ليا، ودوك لي زوديو اللي كانوا كيخرجوا لي فيديو البلانات. المهم حتى الغدا ان شاء الله، وغادا ندير لكم فيديو كما قلت لكم فاس كاميرا، وغادا نحط لكم كلشي وغتسمعوا وقولوا باللي انا اللي كنجبد هاد الناس. قولوا باللي هادشي ماشي ارهاب، قولوا هادشي ماشي اجرام، قولوا هادشي ماشي ديكتاتوريه. غدا ان شاء الله غادي نحط ان شاء الله الفيديو في نفس الوقت. نتمنى انكم تكونوا حاضرين في اللايف ديال دوما، نتلاقاو ان شاء الله دوما. ما تنساوش كذلك تخليوا لي الاراء ديالكم على شنو كيقولوا هاد الجرائد، وشنو النظر ديالكم نتوما. زعما كيبان لكم واش المغرب احسن بلد في العالم؟ واش خصنا نقولوا الحقيقه باش نصلحوها، ولا نبقاو حنا نسبوا والناس كتموت، والناس كتموت بالجوع، والناس ما لاقياش الخدمه، والناس ما كتقراش، نبقاو نقولوا المغرب اجمل بلد اجمل بلد. والناس اللي كيقولوا هذا الشيء راه عايشين في بلادات الناس، عندهم الصحه، عندهم التعليم، عندهم ولادهم قارين مستقبلهم، وكيخليهم ساكن المغاربه اللي ساكنين في المغرب اللي ما عندهم لا مستقبل لا والو، كيعيشوا من هذا التضليل وهذا الكذوب. دايما قالت تجريده لو موند، قالت هذوك المطبلين وصفتهم بواحد الكلمه بالفرنسيه، قالت هذوك المطبلين واخا يعيوا ما يهضروا راه الحقيقه راه كنشوفوها، راه كل واحد عارف، وكاملين كنعرفوا باللي المسؤول الاول والاخير راه الملك محمد السادس، ماشي بحال الملك ديال انجلترا، الملكه ديال انجلترا ولا ديال السويد. راه الملك محمد السادس راه عنده اقولها واعيدها، راه الملك محمد السادس هو اللي عنده جميع الصلاحيات. رانا مشيتي لشي بلاصه ولقيتي داك البلاصه ما مزيانوش، راه كتمشي عند الرئيس اللي كيحكم في داك البلاصه واللي عنده الصلاحيه انه يقادها. ما غاديش نمشي عند العساس ونهضر معاه، راه غادي نحمل المسؤوليه للسيد اللي كيدير داك البلاصه. خليوا لي الاراء ديالكم فيما يخص هذا الموضوع والراي ديالكم،
ونحترموا جميع الاشخاص بلا ما نبقاو نسبوا فيهم، حتى ما ندخلوش للشخص انا بحال اللي كيديروا بعض الافراد اللي دايوغ ما بغيت نجاوب حتى شي واحد في يوتيوب. نتكلموا على المواضيع، على الافكار، على الاهداف ديالنا، ما نبقاش نمشيو للشخص انا ونهضروا على الشخص ولا على الحياه الخاصه ديال الافراد، نهضروا على المواقف والمواضيع. نتمنى انكم تخليوا لي الاراء ديالكم فيما يخص موضوع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الغد، وجدوا راسكم حيت غادي تصدموا وباللي غادي تسمعوا وتشوفوا بعينيكم اشنو كانوا باغيين يديروا لي الاشخاص. الى فيديو الغد، بسلام عليكم.